نهائي بكره على اللايف او مو بكره عفوا مو بكره مو بكره اليوم 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 انا غلطت راح مكاني على النهائي اليوم يا طيبين النهائي اليوم معلش صايمين المهم السيام علينا شباب بسم الله الرحمن الرحيم شباب مليون تكبيس شباب بالله ما اذكركم كل شوي لحالكم مليون تكبيس ما بقي لنا شيء 300,000 مليون تكبيس بعطيه رقمك روح 300,000 شباب مليون تكبيس ها يلا ما بقي شيء بسم الله يلا راجنر اول الفوكسي وبدايه روسيه فوكسي بتحصيل الاقصاء الاول هناك ياتي اتى بالترسانه الروسيه اتى بالترسانه الروسيه بالكامل اليوم يقول لكم انا صعب التاهل الى النهائي امام تيمور والا ما سيان تيمور هناك ياتى من موسكو اوزبكستان هناك هذا تيمور اقنع تيمور الحبيبي وركض لكن بعيد كل البعد ما في اي دمج يسكر من كلا الطرفين سبتيات متناثره وطلقات بعيده كل البعد يا سلام على فوكسي التحصيل وان هيد شوت ضغطه بالفعل بصوا على تيمور يا سلام يا تيمور مشرفين موجودين باللايف شي مين موجود مشرفين شباب بلا تكرار بالتعليقات مشرفين تكرار يا هلا تيمور يوه على تيمور وحش تيمور سحبة العمر مين موجود بلا مشرفين اكتبوا لي في حدا من المشرفين ولا لا شو هون انا سبع زبطنا الامور يا طيب لا بلا تكره انا مره اخرى عطني الدوكسان عطني الفوكسي فايتو اثنين ولا ايش يا دوكسي يا فوكسي يا فوكسي لكن سبريات متناثره بدون اي دمج نسكر من الطرفين مره واثنين ضغطوا من تيمور عطني فايت يا تيمور بيكو واحده طلقه واثنين لكن ما في اي دمج نسكر وحاله مناوره مره واثنين وهاي جرام من فوكسي يا فوكسي يا فوكسي يا فوكسي الله يا فوكسي وان بدي لكلا منهما وفوكسي مره اخرى بمناوره طبعا هذا السلام يا راجنر بس بلا ما تقول حديثك لاعب اقصى جبل اللي هو فوكسي والله بس دقيقه مشان ما اغلط بالكلام بالاثنين يا زومبي احس كان طريق تيمور كثير صعب اما فوكسي طريقه مفروش بالذهب مين تتوقع يفوز هي الروم شباب فوكسي ولا تيمور الشباب اللي شافت روماتهم شباب اللي شافوا لعبهم من قبل تيمور عمري تيمور داي فاينل يس توداي فاينل وثلاثة اقصاءات اليوم يقول لكم انا سعي للفاينل في الماتش الاولى 3-1 من البدايه يكسب ثقه ومتعه اليوم يمتعنا اليوم يضرب بشخصيه البطل بعد تاهله من مباراه ريسكي وتاهله ايضا مباراه عمري ما العبك تيمور ومره اخرى على فوكسي على فوكسي بدون اي رد يذكر من فوكسي اربع اقصاءات لكن بدون اي بيست بوان اتش بي للهلمت عطني يا تيمور عطني يا تيمور يا فوكسي بعيد كل البعد عن الاداء الذي نشاهده يا فوكسي يا فوكسي اين الاداء الذي شاهدناه في الماتش الاولى والثانيه مقابل رينا وجبل مقابل الستار والاس 1 اقصيت اثنين من افضل اللاعبين على مستوى العرب واليوم مره اخرى لفوكسي والله احس لك يا راجنر البطوله ل 90 اف بي اس شو رايك انت؟ انا شايفه لتيمور لانه تيمور قدام 90 اف بي اس 90 اف بي اس حاسه ما راح يدمج والله اوف لانه تيمور والله تصريح قوي والله حب يا اخي تيمور قلبي اقول تيمور ما بعرف هذا شيء ثاني شباب التعليقات شو بتقولوا لمين البطوله بتقولوا الفائز من هي الروم اللاعب اللي بيش بيعمل فرد الخصم والله تيمور بس مو ببش. دائما البش صح يا باسم طبعا بس يعني تيمور من اول الروم بتلاقي عم بيبش ال 90 اف بي اس بيبش كثير روم كثير حلو انا بقول التيمور والاف بي اس بس شوف انا عندي التعليقات اغلبهم بيقولوا 90 اف بي اس والله يا ويلي فوكسي فعال هذا شباب شو هذا والله رجع لك عوده مره اخرى ورد اعتبار وكباك كل واحد على التعادل كل واحد وتحصل درو يا فوكسي درو هل سيكون رد الاعتبار حاضر فايتو اثنين من مين يا عيني من مين من تيمور يقول لك صعبه يا فوكسي صعبه يا فوكسي صعبه يا ويلي ما العبك يا تيمور بس سعدينه أوزبكستان اليوم كلها تنادي باسمك يا تيمور يا تيمور يا تيمور حصل ونريدك في النهائي وقلب راجنر معك التعليقات أوزبكستان كلها تنادي باسمك مرة أخرى بعيد كل البعد عن الأداء الذي يسكر لم يدخل إلى أجواء المباراة ب 5 minutes 20 seconds والعداد بانهيار 5 دقائق نشهد من سيكون صاحب الفوز في الماتش الأولى من سيكون صاحب الماتش في الفوز صاحب الفوز بالماتش الأولى يا سلاح تيمور يا ويلي ما لعبك يا تيمور تيمور ضغط اثنين حتى إقصان سادس يا بوكسي يا ريكسي هيا والله فوكسي كبس كبس This is for all buddy no speak
English, no speak Arabic in my life. Please follow and please like on YouTube. Please follow and like. Please, I love you all. زبري بالفعل لكن بعيدة كل البعد. ما في أي إقصاء يذكر. 4 إقصاءات و5 إقصاءات. إقصاء وحيد على التعادل. التعادل هل سيكون سيد الموقف في داخل آخر آخر المباراة؟ فايت واثنين. يا سلام. هاي جراوند بالفعل. فوكسي والأو إتش بي عودة وانسحاب للخلف. الأو إتش بي لكيلة منهما وحاول مراوغة ومناورة. هيا الدمى بالكامل. سكوب وريد دوت مرة واثنين مرة وثلاثة. لكن ما في إقصاء يذكر. ما في تعادل يا فوكسي. هكذا يقول لك تيمور وتيمور وتيمور وتيمور. يضرب بكل ما أوتي من قوة بكوريت دوت مرة واثنين بومبا يا سلام يا سلام مستحيل يشيله يا سلام يا سلام والله وحش بس كيف ما دبل هيد شوت شلون ما حدا بيعرف على طريقة الكبار هيا زومبي على طريقة الكبار تيمور يضرب اليوم بفور النحلة فايت اثنين يا سلام يا سلام سوب ريد دوت لكن ما في دبلين يذكر بيكو اثنين مناورة من كلا الطرفين الكابتن متبادلة يقول لك لك يا يقول شلون تيمور ولك شو هذا يفضح عينك تيمور شمطه من بعيد يعني كان جابه على طلقه واحده كان خالص اخذ منه الاقصاء لكن تيمور يقول لك مستحيل وصعبه هي 20 سكند كلما قرب الفارق وعاد فوكسي كان لتيمور راي اخر وسبع اقصاءات وليكون للثامن سبراي واثنين ريدت ولا اروع لكلا منهما هيد شوت بيت شوت بدون اي فيست خالص من تيمور بس بدون اي فيست عطني يا فوكسي عطني الكاميرا من فوق يا زومبي ايوه عطنا فايت واحدة واثنين هيا تم بالكامل لكن شوف فوكسي جنبه اثنين الله تيمور لك ما حرك له بذكاء ورجع عليه لورا وجنبه ما عطى صوت بالفايت شلون يا اخي تيمور ايش بيلعب ايفون 15 ايفون 14 ايش بيلعب كيف عم يضرب هيك لك عراق بتقلش عنا الاسبكتيد يا زومبي بتقلش هيك يا واحدة فايت فوكسي يوه الله اكبر شو هذا؟ عطاه بي عطاه حركة جنتل ثلاثة شوت يفضع عينه الو الو فوكسي فوكسي ورقة الاعتبار يعود مرة أخرى 2 minutes 30 seconds لا لديه الوقت المستقطع على الكافي لكن على تيمور على تيمور على تيمور فايتو اثنين لو اتش بي من تيمور عودة وانسحاب ولا ايش يا تيمور ولا ايش يا تيمور لعيب لك والله لعيب والله لعيب ريمونتادا معقول شباب عودة والله فيا والله فيا بس ما حد عمل ريمونتادا على تيمور إلا إذا كانت أداؤه بالماتش سيء واحدة وفوكسي عطني يا تيمور يا تيمور سبري من هنا من هناك نرى ونشهد تيمور نضيع لكن عاد إليكم دخل أجواء المباراة بالفعل 1 minute 50 seconds والعداد بانهيار يا تيمور الماتش الأولى تكون هنا حاضرة يا ريمونتادا تستمينة 7 points تري كومبو مستحيل عم يبش كثير تيمور ترى كثير عم يبش حرام كثير عم يعطيه فري كل بمكان يعني ما لازم يعطيه هيك وين دخل على البيس اخوي ارجع على البيس حبيب الو يا اخي الاجانب ما بعرف بحس انه هن حسنا هنود حسنا هنود مو اجانب اقسم بالله هندي لك ليش عم يرجع على البيس على كل حال خسر الكل يعني ما فينا نقول ناقص كل خسر الكل في منظمين بشوفوا هاي الامور ناقص بس جاب التعادل جاب التعادل 8-8 وحيسحب لورا يا ريت يا ريت يكون في كل حاصل معنا حتى ما نعيد اي الروم حتى يكون عنا فائز او يكون عنا تماما وننتقل للنهائي انا كثير متحمس والله للنهائي بدي اعرف مين بده يتاهل معنا النهائي ويواجه 90 اف اس اللي الله يعينه اللي بده يواجهه والله الله يعينه والله الله يعود فايت تو بيك مره واثنين لكن 50 سكند سيكون هنا حاضره سهله يكون صعب اقصاء واحد منهما واحد منكم سيكون صعب الاقصاء تكون صعبه في الوقت الصعب في الدقيقه 90 عطني يا تيمور في الدقيقه 90 في الدقيقه القاتله 30 40 ثانيه بدات وانتهت ودخلنا بال 30 ثانيه اي 50 سكند يا تيمور ويلي ما لعبك هو اللي بيعمل ريمونتادا على العالم تيمور مو العالم تعمل عليه ريمونتادا خلينا نشوف تيمور شو راح يساوي اخر كل فوكسي اهلا وتفعلها في الثاني في الثلاثة دخلنا في 20 سكند الاخيره في 30 سكند الاخيره 20 ثانيه اخيره تكون حاضره بيك من تيمور لكن شخصيه البطل الله اليوم الله اكبر يا سلام يا سلام يا سلام على تيمور شوف لو بيش شو مخلصها احسن له والله مستحيل جيبه مستحيل 7 6 5 4 3 2 1 ويا ويلي تيم فيكتوري صراحه يعني تيمور فايت
طلقة الرحمة. خلاص وطلقة الرحمة كانت خاطرة، إلا لفوكسي كان رأي آخر. يا تو منت ما لم يفعلها بثمانية دقائق. يا عمري بس ما أقواك له، يا عمري ما أقواك يا تيمور بس له. والله نار نار شرارة بيستاهل يوصل للنهائيات والله. هل نشهده أن مثلا قدام 90 اف بي اس يكون عنده مواجهة صعبة؟ ما أتوقع والله. شوف تيمور بيستاهل انه وصل لهون، من اقوى اللاعبين اللي قدموا في البطوله وقدموا اداء حلو، ولكن سلايدر بيستاهل اكثر والله. انا اقول له تغيير شكل اول يعني مره تيمور، يعني سلايدر فاز على تيمور 3 رومات تخيلوا. ما بعرف 90 اف بي اس اذا راح يقدر يفوز على تيمور او لا مثل ما فاز عليه سلايدر، ولكن عم نشوفه حاضرين معكم هذا الجيم. اذا فاز تيمور فبيتاهل للنهائي اذا فاز تيمور على أولتون. إمبوسيبل إمبوسيبل إمبوسيبل. والدقيقة واحدة وون منت متبقية من مين؟ من تيمور بالتحديد، وثلاثة عشر إقصاء على مين؟ على فوكسي بالتحديد، والنتيجة أصبحت إقصاء يا فوكسي. رد الاعتبار ولو كان قليلا، قلص الفارق ولو كان قليلا، لكن أصبحت صعبة. وابي بيرستي لمين؟ لتوكسي بالتحديد، على من تيمور يقول لك يا عزيزي والله لو تحضر ترسانة روسية بالكامل، لو تأتي أنت وهورة بالكامل لن يكون لك أمامي. هورة. لن يكون لك أمامي هورة. لن يكون لك أمامي. ما يجينا أبعلي بشغل الزر بكوس الزر هيك بعبينا كله. وش طلع من الروم؟ اجت سيرت